السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالتلميذات والتلاميذ الأعزاء. اليوم عندنا فيديو تخص الأولى بكالوريا آداب وعلوم إنسانية خيار فرنسي. الفيديو يهم مادة علوم الحياة والأرض، الوحدة الأولى يعني اللي غنديروها في الدورة الأولى هي لا غوبرودكسيون شي لوم أو بيان لا غوبرودكسيون إيمان، يعني التوالد عند الإنسان. إذن في هذا الدرس غنديروه على حسب المحاور الآتية. دونك المحور الأول، دونك غنبداو ان بوتيت انتروديكسيون، كومونس باغ ان بوتيت انتروديكسيون. غران تان لاباغاي جينيتال مال، غران بوتيت تان لاناتومي لاباغاي جينيتال مال، بوتيت دو لا سبيرماتوجينيز سيتادير لا فورماسيون دي غاميت مال او بيان دي سبيرماتوزويد، بوتيت 3 la régulation hormonale chez l'homme. Et on passe par la suite au grand 2, l'appareil génital mâle. جهاز التناسلي الأنثوي. مكونات يعني الأناتومي ديال الجهاز التناسلي الأنثوي. لوفوجينيز تكون البويضة عند الأنثى أو لا تكون الأمشاج الأنثوية. بوتي 3 سيكل أوفاريان أي سيكل إترين بيان إترين. Petit 4, la régulation hormonale chez la femme. Et on passe par la suite au grand 3 de la fécondation à la naissance. Yani, mina l'ersab, il a yani, l'huilède. Tumma, grand 4, les modes contraceptifs. Ou bien les modes de contraception, yani, toroq, mena, al-haml. وفي الاخير غادي نشوفوا واحد الكونكليسيون. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا فقط غرون، يعني غادي نشوفوا في هذا الفيديو فقط لاباراي جينيتال مال، وغادي نشوفوا فيها لاناتومي لا سبيرماتوجينيز اي لا ريغولاسيون هرمونال شيوم، يعني المكونات ديال الجهاز التناسلي الذكري، تكون الامشاج الذكريه السبيرماتوزويد اي لا ريغولاسيون هرمونال، يعني التنظيم الهرموني عند الذكر. Donc on commence par une petite introduction. Donc comme vous savez, la capacité à se reproduire, yani, la capacité yel koda, à se reproduire, yani, la reproduction. Donc la capacité à se reproduire est une des caractéristiques du système vivant. Yani, koda al tawalud, hiya wahed al khassiya li katmiyiz lina al kainat al hayya. Et donc il existe deux stratégies. لكن واحد جوج استراتيجيات او جوج طرق كي كونسيست سوا ا بوبلي ان ميليو رابيدمون، يعني الطريقه الاولى هي اننا واحد الوسط كيتعمر او لا كيتملا بالساكنه او لا كتزداد الساكنه ديالو رابيدمون. دونك سوا ا بوبلي رابيدمون ان ميليو افيك دي انديفيدي توس ايدونتيك، يعني كنستعملوا الميوز عفوا الميتوس. دونك الميتوس او الانقسام الغير مباشر هو اللي كيعطينا واحد الساكنه الافراد ديالهم كلهم متشابهين. دونك هذه الطريقه الاولى، وهنا بوبلي رابيدمون يعني كيكون عندنا بسرعه كيعطينا الافراد او لك كيعطينا الاجيال بسرعه. سوا يعني لا دوزيام ميثود بيان لا دوزيام استراتيجي دو ريبروديكسيون ا كري دي انديفيدي اون بلو بوتيت كونتيتي، يعني كتعطينا افراد بكميه قليله ولكن tous différents، يعني جميعهم مختلفين فيما بينهم او لا مختلفين عن بعضهم البعض. دونك هذه اللي كتعطينا عدد قليل من الافراد ولكن كلهم مختلفين عن بعضهم البعض هي لا ريبرودكسيون سوكسي. بالنسبه اللي كتعطينا عدد قليل او العدد كثير ولكن افراد كلهم متشابهون نقدروا نعتبروها هو التوالد يعني اللاجنسي او لا بدون استعمال الجنس. اذا هنا باش نفرقوا ما بين التوالد اللاجنسي لا ريبروديكسيون اسيكسيي اي لا ريبروديكسيون سيكسيي. دونك لا ريبروديكسيون هي التوالد سيكسيي جنسي، يعني التوالد الجنسي. التوالد الجنسي يعني استعمال الامشاج. دونك فاش كنهضروا على التوالد الجنسي يعني وجود ذكر وجود الانثى. دونك الانثى كتعطينا امشاج انثويه اللي هما البويضه، والذكر كيعطينا امشاج ذكريه اللي هما الحيوانات المنوية، وبالتالي كيديروا لنا الإخصاب وكيعطيونا واحد الجنين أو واحد كائن حي جديد إلى آخره. إذا هذا توالد جنسي يعني باستعمال جنس الذكر والأنثى. وكاين التوالد اللاجنسي يعني بدون جنس ما فيش الأمشاج إلى آخره. ف
فقط عن طريق يعني الانقسام الغير مباشر. اذا كانت هذه مقدمه حول يعني لا ريبروديكسيون سكسي. اذا الانسان دونك لو بيان لوما لاتر هيومان شنو غيدير لينا؟ واش التوالد جنسي او لا جنسي؟ بطبيعه الحال مادام كاين الذكر وكاين الانثى يعني طبيعه التوالد عند البشر هو توالد جنسي اي باستعمال الجنس. وعندنا في هذا الجنس عندنا الذكر والانثى. اذا غنبداو بالذكر في هذا الفيديو، غادي نشوفوا لاباغاي جينيتال مال. دونك اولا كبيره اباغاي جينيتال مال، اباغاي جهاز جينيتال تناسلي ومال ذكري، دونك الجهاز التناسلي الذكري. دونك اولا صغيره لاناتومي، شنو هي المكونات ديال الجهاز التوالدي الذكري؟ دونك كيف ما تتشوفوا هذا هو الجهاز ديال يعني التناسلي الذكري. دونك سوسي او بيان سو فيغور ريبريزونت لاباغاي جينيتال مال، هذا الفيغور هذا كيبين لي لاباغاي جينيتال مال او الجهاز التناسلي الذكري. دونك كتشوفوا هذا الجهاز التناسلي الذكري فيه لا فيسي اللي هي هذه او ما يسمى بالمتانه التي يتجمع يعني فيها البول، لا ريكتوم بيان لو ريكتوم، لا بروستات، لانيس، ليبيديديم، لا تيستيكول، لو سكروتوم. لا تيستيكول هي الخصيه، لو سكروتوم هو الغشاء ديال الخصيه، وليبيديديم هو واحد المكان كيتجمعوا فيه اولا كيتخزنوا فيه الحيوانات المنويه، الميات اريترال، الجلاند، لورتير دونك سو سون دي جلاند دي بونيس، لورتير يعني الاحليل هو يعني الانبوب الذي يمر منه البول وتمر منه كذلك الحيوانات المنويه، لو بينيس يعني القضيب دونك هو هذا كامل سوسي ستان بينيس، السيام فيز بيبيان اي الكانال ديفيرون. دونك لي زورغان بيان هذا سي لاباغاي جينيتال مال الجهاز التناسلي الذكري، ولكن الاعضاء اللي اساسيه كيف ما تنشوفوا هنايا اولا اللي مهم في الجهاز التناسلي يعني اللي عندهم علاقه بالتوالد شكون هما؟ دونك برينسيبالمون لا تيستيكول اللي مغطيه لنا بهاد لابوش كوتاني او الغشاء الجلدي اللي كنسميه سكروتوم، اي عندنا ليبيديديم فاش تيتجمعوا يعني الحيوانات المنويه. ثم هنايا هاد لانيس يعني ما عندوش شي دور في التوالد، كذلك لو ريكتوم ما عندوش هو ما يعني لو ريكتوم هو مكان يعني كيف ما نقولوا تجمع بقايا ديال الاغذيه او البقايا الغذاء التي لم تهضم، ولانيس هو مكان لخروج هاد البقايا. الكانال ديفيرون سيتين كانال يعني واحد القناه اللي كيدوز منها الحيوانات المنويه. دونك هادي سيانفيس بيبيان لو بينيس لارتير دونك الاحليل اي الجلاند و الميات اريترال. الوغ دونك الا بغينا نقولو هنايا فلاباغاي جينيتال مال، فلاباغاي جينيتال مال عندنا دي جلاند برانسيبال او بيان اون جلاند برانسيبال هي لا تيستيكول، وعندنا دي جلاند انيكس يعني واحد الغدد ملحقه بحالاش بحال لي فيزيكول سيمينال ولا بروستات اللي عندهم او لي جلاند كوبوا اللي عندهم واحد الدور في التوالد يعني الجنسي او لا في العمليه الجنسيه المرتبطه يعني عند او لا عند الذكر. اذا هنا عندنا ان كوب لونجيتودينال لونجيتودينال دان تيستيكول يعني واحد المقطع ديال خصيه. الا بغينا نشوفوا الخصيه دونك هذه الخصيه هذه منين كتكون؟ دونك كتكون من واحد لي لوب، هذا العنصر رقم 4 كنسميوه لي لوب فوسوس الا بغينا نترجموهم. داخل هذا لي لوب تشوفوا هنا عندنا باللون الاحمر او اللون البرتقالي، داخل هذا لي لوب عندي ما يسمى بليتيب سيمينيفير او لا الانابيب المنويه. هاد الانابيب المنويه على مستواها تنتج الحيوانات المنويه وتتجمع في يعني هاد المنطقه اللي كنسميوها ليبيديديم. دونك كتجمع ليا الحيوانات المنويه هنا في ليبيديديم، دونك هاد لازون كامله كنسميوها ايبيديديم اللي فيها دي كانال ايبيديديمير. دي كانال ايبيديديمير من بعد يعني كيتجمعوا، ولكن بوندون ليجاكيلاسيون فاش كيكون لو رابور سيكسييل فاش كيكون الجماع دونك اثناء القذف كتمر يعني الحيوانات المنويه من لو كانال ديفير. اذا سوسي سي تشينكوب
longitudinal d'un testicule. الى مشينا لان نوتر فيغور دونك غنمشيو لهاد لو تيب سيمينيفير هاد الانبوب المنوي وكنديرو عليه واحد لا كوب كون ابل كوب ترانسفيرسال يعني مقطع عرضي. الو هنا كيكشنو معايا في هذا المقطع اللي درنا هذا لاكوب ترانسفيرسال كيبان لينا هنا بهادو عباره عن دونك هذا جزء من انبوب منوي هذا جزء من انبوب منوي وهذا جزء من كذلك من انبوب منوي. الا شفنا مثلا خدينا هذا الانبوب المنوي فهناك خلايا توجد على جدار الانبوب المنوي بحال هذه الخلايا هذه دونك كنسميوها لا سبيرماتوكوني المنسليه الام الى بغينا نقولوا او الخليه الام للامشاج يعني انطلاقا من هذه الخليه غيتكونوا لي الامشاج. اذا اول حاجه عندنا السبيرماتوغوني كتديفلوبا كتطور وكتولي يعني سبيرماتوسيت 1 اللي هي كتكون كبر من سبيرماتوغون سبيرماتوسيت 1. هاد لا سبيرماتوسيت 1 غادي تطور وتنمو باش تولي سبيرماتوسيت 2. هاد لا سبيرماتوسيت 2 كتطور كذلك باش كتولي ان سبيرماتيت كتولي واحد سبيرماتيت وهاد سبيرماتيت سيتطور كذلك ليتحول الى سبيرماتوزويد او لا حيوان منوي. اذا سبيرماتوغوني كتحول لسبيرماتوسيت 1 سبيرماتوسيت 1 كتحول لا سبيرماتوسيت 2 لا سبيرماتوسيت ترانسفورم اون سبيرماتيت اي سبيرماتيت ترانسفورم اون سبيرماتوزويد. Donc ceci c'est à l'intérieur du type séminifère. كذلك هاد لا زون هادي اللي كتشوفوا هي هادي رقم 8 كنسميوها لا سيلول دو سيرتولي بيان سيلول دو سيرتولي غادي نشوفوا من بعد الدور ديالها. اذا خارج او بين الانابيب المنويه عندنا هاد العنصر اللي كنسميوه لو كابيلار سونغان واحد العروق يعني ديال الدم اللي كتجيب لنا الماء والاملاح المعدنيه والاحماض الى اخره باش تغذي الخلايا او توفر لها الحاجيات ديالها. ثم عندنا لي سيلول انترستيسيال هي اللي كتحط تحيط بالعروق دونك هنا هذا المجال هذا هو وسط لالوب دونك وسط لالوب كاين لي تيب سيمينيفير دونك عندنا لي تيب سيمينيفير في دونزي لوب ولا لوب كاينه في لا تيستيكول ولا تيستيكول سي ان اورغان برينسيبال de reproduction humain ou bien de reproduction chez l'homme. Donc ceci, c'est une coupe transversale d'un tube séminifère. Donc, hénaïa, chnouglna. Adna, l'appareil génital mâle, adna les gonades masculins. Les gonades masculins, chkouli qui mitchelhum, les testicules. Ou adna, les renchoufouf petit b, yani les glandes annexes. Donc, pallangoulou adna rudda dekaria. الرئيسية وكاين غدة الثانوية دونك الغدة الذكرية الرئيسية الا بغينا نقولو هي لي تيستيكيل او لا باللغة العربية الخصية. اذا شنو المميزات ديال هاد الخصية دونك لي تيستيكيل او لا الخصيتين سو سون دي غلوند روبروديكتريس مال هما عبارة عن غدد توالدية ذكرية سو سون دي غلوند روبروديكتريس مال situé à l'extérieur de la cavité abdominale يعني كتموقع خارجه à l'extérieur de la cavité abdominale يعني خارجه الجوف ديال البطن et sont protégés par une poche cutanée يعني محميين protection الوقايه محميين باش بان poche واحد الجيب او واحد الغلاف كيتاني واحد الجيب من الجلد appelé donc شنو كنسميوه سكروتوم هو هذا اللي شفناه في الوثيقه الاولى سكروتوم دونك هو هذا هو واحد الغشاء جلدي اللي كنسميوه سكروتوم كيحمي لينا الخصيه. كذلك شاك تيستيكيل اي فورمي دان غران نومبر دي فان كانو الوغ شاك تيستيكيل كل تيستيكيل كل خصيه فيها دي لوب وكل لوب فيها ان غران نومبر دي فان كانو يعني واحد العدد كبير من لي فان كانو او لا القنوات لي فين كانو القنوات الصغيرة أو الدقيقة دون ليكال سون برودوي لي سبيرماتوزويد يعني في هاد القنوات كيتنتجو لينا لي سبيرماتوزويد وهاد القنوات شنو كنا سميناهم لي فان كانو سميناهم لي تيوب سيمينيفير دونك إل برودويز يعني دائما كنهضرو على لي تيستيكول إي برودويز لي سبيرماتوزويد إي لي زورمون ماسكولين يعني كتنتج لينا الأمشاج الذكرية وكتنتج لينا كذلك الهرمونات الذكرية
دونت لا بلوز امبورطونت اي لا تيستوستيرون، يعني من ضمن اهم الهرمونات الذكريه التستوستيرون. كذلك لي تيستيكول او بيان لي سبيرماتوزويد سون ستوكي دون لي زيبيديديم، يعني هاد الحيوانات المنويه كتستوكا في هاد المنطقه اللي كنسميوها ليبيديديم. دونك من بعد ما كينتجوا الحيوانات المنويه على مستوى لي لوب وبالضبط على مستوى الانابيب المنويه، دونك كيتجمعوا لينا في هاد المنطقه اللي كنسميوها ليبيديديم اللي فيها دي كانو ايبيديمير ايبيديديمير. الوغ لي سبيرماتوزويد سون ستوكي دون لي زيبيديديم جيسكا ليجاكيلاسيون، يعني حتى القذف الموال. وكاين عندنا لي غلوند انيكس دو لاباري جينيتال دولوم، دونك بوتي بي لي غلوند انيكس اولا الغدد الملحقه ديال الجهاز التوالدي الذكري. الوغ شنو هما هاد الغدد الملحقه؟ دونك كما كتشوفوا دونك هذا سي تان فيغور دو لاباري او بيان سي تان شيما دو لاباري ريبروديكتور مال. دونك عندنا لا بروميير غلوند انيكس سي لا فيزيكول سيمينال، كاينه غوش فيها جوج، فيها غوش وادغوات، دونك هي هادي. الوغ فاش كيتنتجو الامشاج او الذكريه او للحيوانات المنويه كيدوزو في الكانال ايبيديديمير، من بعد كيمشيو في الكانال ديفيرون، ولكن قبل ما يدوزو قبل ما يوصلو يعني لوغتيغ دونك كيدوزو على يعني على الفيزيكال سيمينال، وكيدوزو على البروستاتا اللي هي هادي او بيان البروستاتا، وكيدوزو على ان اوتر فيزيكال سيمينير اللي هي لا غلوند دو كوبلا. الوغ شنو الدور ديال لا فيزيكول سيمينير غوش اي دووا؟ الدور ديال البروستات والدور ديال لا غلوند بيلبو اريترال او لا غلوند دو كوبوا. الوغ بالنسبه لا فيزيكول سيمينير اي برودوي لي غليسيد، دونك كتنتج لينا السكريات باش يتغداو الامشاج الذكريه وباش يبقاو حيين واحد المده. دونك كتنتج لينا ليكيد سيمينال، ولا كتنتج لنا واحد السائل غني بالسكريات. دونك هاد لي فيزيكال سيمينال كتنتج لنا واحد السائل غني بالسكريات وفافورابل ملائم لعيش الحيوانات المنويه. لا بروستات الدور ديالها هي انها كتنتج لنا الاملاح المعدنيه، او لا كتفرغ لينا عفوا كتفرغ لينا في الحيوانات المنويه كتفرغ لينا يعني او لا كتتفرغ لنا واحد السائل فيه الاحماض الامينيه، فيه يعني جميع هذيك الاشياء ديال التغذيه اللي غادي تحتاجها ولا جميع العناصر المعدنيه اللي غادي يحتاجوها الامشاج الذكري. ثم لي غلوند بيلبو اوريترال او الغلوند دو كوبوا غادي نتجو لنا واحد السائل اللي غادي يسبق الحيوانات المنويه. علاش؟ باش يطهر لينا لوغتيغ من الاثار ديال البول. اذا لي فونكسيون ديال لا فيز او بيان لا فونكسيون ديال لا فيزيكال سيمينال شنو هي؟ اون نومبر دو دو، يعني عندنا دو فيزيكال سيمينال غوش اي دووات. ال سيكريت ان ليكيد، كتفرز لنا واحد السائل الكالين، يعني شنو؟ ان ميليو الكالين اي فافورابل او سبيرماتوزويت، يعني ملائم للعيش ديال هاد الحيوانات المنويه. هاد لو ميليو الكالين اللي كتنتج لنا لا فيزيكال سيمينال غيش اون غليسين، يعني غني بالسكريات، اي نوريسون لي سبيرماتوزويد، كيغذي لينا الامشاج الذكريه او الحيوانات المنويه. بالنسبه لا بروستات سيتي سو لا فيسي، يعني كتواجد تحت المتانه، اوتور دو لاغتير كتواجد تحت المكانه ويعني حول الاحلال. ال سيكريت ان ليكيد بلانشاتر، كتفرز لنا واحد السائل ابيض ريسبونسابل دو لا كولور دو سبيرم، هو داك السائل الابيض هو اللي كيعطي او هو المسؤول على اللون ديال لو سبيرم. مالو؟ دونك غيش اون اسيد اميني، يعني غني بالاحماض الامينيه والفيتامين سي والكا بليس والسي ا دو بليس الى اخره. دونك مجموعه من العناصر المعدنيه. ثم ثالثا لا تخوازيام غلوند انيكس هي لي غلوند دو كوبواغ. هاد لي غلوند دو كوبواغ هي اللي قلنا كتعطينا واحد السائل اللي كيتسمى المثل او اللي كيسبق محدمات الجماع، اللي الدور ديالو هو حمايه يعني او لا مسح اثار ديال البول. دونك هنايا او نومبر دو دو، دونك عندنا لي غلوند دو كوبواغ كاينين جوج غوش اي دووات اي سون سيتيي ا شاك كوتي دو لاغتيغ، يعني كاينين في كل جهه ديال لاغتيغ. ال سيكريت ان ليكيد الكالين كي اونليف لي تراس دو رين دون لاغتيغ، يعني كيحيد
الاثار ديال البول في الاحليل. ثم غنمشيو بعد ذلك لو سبيرم. دونك خصنا نعرفوا شنو هو لو سبيرم. سي لونسامبل دي سيكريسيون دي غلاند انيكس، يعني هو كاع هذاك الشيء اللي كيسكريتيو لنا الغدد الملحقه. مناش كيتكون؟ كيتكون فقط من 10% ديال لو سبيرماتوزويد، ولكن 90% ديال لو ليكيد سيمينال، في الميكوس الفريكتيز سيمينوتيجين الغولاكسين لاسيد اسكوربيك اي دوتر اليمون نوتريتيف. بوتي دو لا سبيرماتوجينيس. دونك لا سبيرماتوجينيس، دونك سبيرما يعني لي سبيرماتوزويد يعني الانسجه الذكريه، وجينيس لا فورماسيون. دونك لا سبيرماتوجينيس سيتادير لا فورماسيون دي غاميت. دونك بوتي دو سبيرماتوجينيس سي لا فورماسيون دي سبيرماتوزويد، يعني التكون ديال الحيوانات المنويه. سو دي رول او سان دو تيب سيمينيفير، يعني فين كيتكونوا الحيوانات المنويه؟ في لو تيب سيمينيفير، يعني في الانبوب المنوي سيتيي دون لي تيستيكيل. هاد الانبوب المنوي اللي كاين في لي لوب، ولي لوب كاينين في لي تيستيكيل اللي هما الخصيتين. ال سيفيكتي ا بارتير دو سيليل سوش، يعني كيتكون لينا من واحد الخليه الا بغينا نسميوها خليه ام، اللي كنسميوها لي سبيرماتوغوني، اللي كتكون لاصقه في الوجه الداخلي للجدار ديال اولا للغشاء ديال الانبوب المنوي. دونك هاد لا سبيرماتوزينيز سيفيكتي اون كاتر فاز برينسيبال. لا بروميير فاز سي لا فاز دو ملتيبليكاسيون، دونك كتكون دي يعني لا فاز او بيان الاش فويتال. دونك كيكون عندنا عند هذاك الجنين او عند هذاك باقي في البطن ديالو تيتكونوا عنده واحد لي سبيرماتوغوني اللي تيكونوا ثنائيه الصيغه السبغيه. كتكون ان سبيرماتوغوني ابخي لا ديفيرونسياسيون، دونك كتولي عندنا واحد لا سبيرماتوغوني. هاد لا سبيرماتوغوني كتحول او لا يعني كدير دي ملتيبليكاسيون او لا كدير دي ميتوز، يعني غتعطينا خلايا مشابهه او لا بزاف ديال لي سبيرماتوغوني او لا بزاف ديال المنسليات الام. لا دوزيام فاز سي لا فاز دو كروازمون. شنو كيوقع في هاد لا فاز دو كروازمون؟ هي ان هادوك لي سبيرماتوغوني دوزين يعني ثنائيه الصيغه السبغيه كتطور وكتوليو او لا كيوليو دي سبيرماتوسيت دو تيب 1، وكيبقاو دائما ثنائيين الصيغه الصبغيه. هاد لي سبيرماتوسيت 1 غيتطوروا عاوتاني وغيمشيو للمرحله 2 او للمرحله 3 عفوا، باش غيتحولوا من سبيرماتوسيت 1 للسبيرماتوسيت. دائما في نفس المرحله هاد لي سبيرماتوسيت 2 غيكونوا عندنا ثنائيين او عفوا احاديين الصيغه الصبغيه من بعد ما كانوا في لا فاز داك كروسمون او بيان وي داك كروازمون كانوا دي سبيرماتوسيت 1 يعني ثنائيين الصيغه الصبغيه، غيوليو دي سبيرماتوسيت 2 ولكن احاديين الصيغه الصبغيه. دائما في لافاز دو ماتيغاسيون هاد لي سبيرماتوسيت 2 يل سو ترانسفورم اون سبيرماتيد، يعني شي حال العنصر اللي ما قبل لي سبيرماتوزويد. دونك حتى هو تيكون احادي الصيغه الصبغيه. من بعد في لا فاز ديغنييغ لا فاز دو ديفيرونسياسيون ان هاد لي سبيرماتوزويد كيكونوا عفوا هاد لي سبيرماتيد كيكونوا تحولوا لي سبيرماتوزويد واللي كيكونوا احاديين الصيغه الصبغيه. اذا سوسي سي لا كرونولوجي دو لا سبيرماتوجينيس سيلوم، يعني مراحل تكون الامشاج عند الذكر. دونك الا بغينا نترجموهم كتابه، لا فاز دو ملتيبليكاسيون يعني الفتره ديال التكاثر، ان بروسيسيس كونتيني واحد البروسيسيس اللي هو مستمر ولكن دائما كاين، ولكن وقتاش كيبدا؟ كي كومونس دي لا في فويتال دو فويتيس، يعني تيكون فاش كيكون يعني الطفل باقي يعني باقي فويتوس. ال ساكسونتيي ا لا بيبرتي اي سو بورسويت جيسكا لا سينيسانس. دونك هنايا يعني حتى سي البولوغ وكتابع يعني تتابع العمل ديالها هاد لا فاز، يعني دائما كاين لا فاز دا كروازمون. سيغتان سبيرماتوغوني يعني هذيك الخليه المنسليه الام سي سون دو سي ملتيبلي اي اون تام ان فاز داكيميلاسيون دو ريزيرف، يعني كتمشي لواحد لا فاز ديال انها كتجمع لينا المدخرات. ايل سو ترانسفورم اون سبيرماتوسيت يعني كتحول لينا المنسليه واحد. هذيك المنسليه واحد في لا فاز ماتيغاسيون، دونك هنا في هاد لا فاز ماتيغاسيون
n'intervient qu'à partir de la puberté. هاد لا فاز ديال الماتوراسيون ما كتبدا لينا حتى لسن البلوغ. سويتش ا لا ميوز يعني باش دير لنا واحد الانقسام اختزالي. يعني شنو شكون لي من كيوقع الانقسام الاختزالي؟ شق سبيرماتوسيت 1 كيوقع ليها الانقسام الاختزالي دون، يعني كتكون هاد سبيرماتوسيت 1 كتكون واحد ثنائيه الزيغاسيبغيه دون نيسونس ا دو سبيرماتوسيت 2. هاد السبيرماتوسيت اللي كيكونوا احاديين الزيغاسيبغيه واللي جاونا من واحد لا سبيرماتوسيت 1 اللي كانت ثنائيه الزيغاسيبغيه. ومن بعد هاد السبيرماتوسيت دو غيوليو لينا يعني 4 سبيرماتيت. دونك يديروا لنا دونك كان عندنا قبل ميتوس، ميتوس من بعد غيولي عندنا ميوس باش يعطينا دو سبيرماتوسيت ان، وهاد لي دو سبيرماتوسيت دو غيديروا عاوتاني ميتوس باش يوليو دي سبيرماتيت. لا ديغنييغ فاز سي لا فاز دو ديفيرونسياسيون او لا مرحله التفريق سبيسيفيك دو سيكس مال، يعني خاصه بالجنس الذكري. Il correspond au processus de la spermatogenèse. Le spermatide هاد لا فاز كاينه غير عند يعني العنصر الذكري او لا عند لي مال. Le spermatide se transforme en une cellule très spécialisée et mobile. واحد كتحول لواحد الخليه جد متخصصه ومتحركه. شكون هي؟ هي لي سبيرماتوزويد زويد او لا الحيوانات الملويه. دونك لي سبيرماتوزويد شنو هما؟ الوغ عندنا عنده واحد يعني عند هذا الحيوان المنوي عنده واحد لاكروزوم هنايا، واحد لا تيت هنايا فيها واحد لا نويو، او اون اريير فيها كاين ان سونتريول كون لابيل سونتريول بروكسيمال، وكاين حداه كاين ان سونتريول ديستال. الداخل هنا كاينين لي ميتوكوندري، الدور ديال هاد لي ميتوكوندري هو انتاج الطاقه اللي غتعطيها لهاد الصوت ولا هاد الفيلامو باش يتحرك. دونك باش ان يعني الحيوانات المنويه تحرك وتمشي لعند البويض. اذا لي سبيرماتوزويد سون دي سيلين ريبروديكتريس مال. الحيوانات المنويه هم خلايا توالديه ذكريه. لا تاي اي دون فيرون 50 ميكرومتر، يعني الحجم ديالو الا بغينا نقولو او لا الطول ديالو الا بغينا نقولو 50 ميكرومتر 50 ميكرومتر. الزو 23 كروموزوم، فيه 23 صبغي يعني احادي الصيغه الصبغيه. بورت لي كاركتر ايريديتير، يعني هاد 23 صبغي كيحملوا الصفات الوراثيه. لوغ ديغي دو في دون لي فوا جينيتال، يعني هاد الحيوان المنوي فاش كيدخل المسالك التناسليه الانثويه كيبقى يقدر حي 48 حتى 72 ساعه. يعني الحيوانات المنويه الذكريه عند قذفها في المهبل او في الجهاز التناسلي الانثوي كتبقى عايشه من يومين حتى يعني ثلاثه ايام. دونك هسو سيستان شيما دان سبيرماتو زويت. الوغ نمشيو للبيتي 3 لا ريغولاسيون هرمونال شيلون. دونك التنظيم الهرموني عند الذكر. دونك هاد التنظيم الهرموني عند الذكر علاش هضرنا فيه؟ غنهضروا فيه عفوا على يعني كيفاش كيتنظم العمل ديال الهرمونات عند الذكر. دونك اولا بيان بوتيتا شنو هما لي زهرمون اللي عند الانسان؟ شيلون لي زاندروجين سون لي برينسيبال هرمون، يعني الهرمونات الذكريه كنسميوهم لي زاندروجين. دونك لا بليز امبورطونت اي لا تستوستيرون، يعني من بين هاد لي زاندروجين او لي زاندروجين او الهرمونات الذكريه كاين فيهم واحد الهرمون مهم اللي هو لا تستوستيرون. شكون هو لا تستوستيرون؟ الوغ الي سيكريتي باغ لي سيلول انترستيسيال. شكون هما لي سيلول انترستيسيال؟ شفناهم في هذا الرسم هذا او لا في هاد لاكوب ترانسفيرسال ديال لا كوب ترانسفيرسال ديال لو تيب سيمينيفير. دونك شفتو هنايا عندنا لو سيلول دو سيرتولي ان انتيريور دو تيب سيمينيفير، وعندنا هنايا اللي كيحيطو. دونك عندنا دي سيلول كيحيطو بي يعني لو كابيلار سانغين. هاد لي سيلول المحيطه بلو كابيلار سانغين كنسميوهم لي سيلول انترستيسيال. هاد لي سيلول انترستيسيال هما اللي كينتجو لينا الهرمون اللي هضرنا عليه دابا، اهم هرمون ذكري اللي هو لو تيستوستيرون.
الوغ دونك هنايا قلنا لي زوندروجين فيهم هرمون مهم اللي هو اهم هرمون فيهم هو التستوستيرون كي سيكريتي او اللي كيفرزوه لينا لي سيلول انترستيسيال دي تيستيكول دو مانيير كونتيني دو لا بيبرتي جيسكا لا فان دو لا في. يعني هاد الخلايا كتبقى تنتج لينا هاد الهرمون منذ البلوغ حتى لنهايه الحياه بشكل مستمر. لو تيستوستيرون الدور ديالو كذلك اسير لو ديفلوبمون دي زورغان جينيتال، يعني كيساهم او كيامن النمو ديال الاعضاء التوالديه الذكريه اللي منهم القضيب لا بروستات لو بينيس لا بروستات لي فيزيكول سيمينال. اجي سور لا سبيرماتوجينيس، يعني هاد التستوستيرون عنده دور في عمليه لا سبيرماتوجينيس يعني الانتاج ديال الامشاج الذكريه. هاد لا تستوستيرون كذلك ديتيرمين لاباريسيون دي كاركتير سيكسييل سكوندير دو مال، يعني كيحدد لينا التستوستيرون كيحدد لينا اولا يعني يعمل على اظهار الصفات الجنسيه الثانويه عند الذكور. كذلك الى سور لو ديفلوبمون دو لان لانستانك سيكسييل، يعني كيساهم في ظهور او لنمو لانستانك سيكسييل. شنو هما دونك بوتي ا شفنا فيها لي زورمون دولون واهم واحد فيهم هو لو تيستوستيرون. بوتي بي لي زورمون غونادو ستيميلين، يعني شنو هو غونادو ستيميلين؟ دونك هرمون معروف غونادو ستيميلين، يعني لي غوناد هما لي غلوند يعني الا بغينا نقولو اولا الغدد التناسليه. ستيميلين هي التهيج، دونك شنو هما لي زورمون اللي كيستيميليو لينا اولا اللي كيهيجو لينا الغدد التناسليه الذكريه اولا لي غوناد ماسكولين. دونك دو زورمون تري امبورطون، كاين هرمون ديال اف اس اش وكاين هرمون ديال ال اش. شنو الدور ديال الهرمون ديال اش ا اولا الاف اولا المفعول ديال اف اس اش؟ الاف اس اش ستيميل لو ديفلوبمون دي تيب سيمينيفير، يعني كيحفز لينا اولا كينشط لينا النمو ديال الانبوب المنوي اللي كاين في لي لوب اللي كاينه في الخصيه. اي بوغ سويت لو ديفلوبمون دي سبيرماتوزويت، يعني كي اجي على اولا كيساهم في النمو ديال الحيوانات المنويه. لو ال اش شنو كيدير؟ ستيميل لو ديفلوبمون دي سيلول دي ليدي، يعني كيساهم في تطور خلايا ليديك دي تيستيكيل، يعني اللي كاينين في تيستيكيل، وكذلك كيساهم في لا سيكريسيون دو تيستوستيرون و بارفوا ابلي اي سي اس اش شي لوم، يعني لانترستيسيال سيلول ستيميلينغ هرمون. دونك بعض المرات هاد ال اش كنسميوه اس سي اس اش، يعني انترستيسيال سيلول ستيميلينغ هرمون، يعني ستيميل لا لو ديفلوبمون دي سيلول انترستيسيال او بيان لورمون برودوي بار لي سيلول انترستيسيال. الوغ بوتي سي لو سيستيم دو ريترو كونترول، يعني النظام او التنظيم الهرموني ديال لا سبيرماتوجينيز او ديال تكون الامشاج. دونك كيفاش كتنظم التكون ديال الامشاج هرمونيا؟ دونك اول حاجه عندنا في الدماغ واحد العنصر كنسميوه ليبوفيز. دونك عندنا ليبوفيز وعندنا ليبوتالاميس، دونك عندنا ليبوفيز وتحت منه كاين ليبوتالاميس. الو كاين واحد الهرمون لو جي ان ار اش، لو جي ان ار اش اي سيكريتي بار ليبوتالاميس، يعني هاد ليبوتالاميس واحد العنصر في الدماغ كينتج لينا ليبوتالاميس كينتج لينا الستيميل لا سيكريسيون دو اف اس اش اي دو ال اش بار ليبوفيز انتيريور. اذا عندنا ليبوتالاميس وعندنا ليبوفيز، وهاد ليبوفيز فيه ليبوفيز انتيريور وليبوفيز بوستيريور. ليبوفيز انتيريور يعني ليبوفيز الخلفي وليبوفيز بوستيريور يعني الامامي. دونك ليبوتالاميس كي سيكريتي لنا واحد الهرمون اللي سميتو جي ان ار اش. جي ان ار اش كيمشي ليبوفيز، فاش كيمشي ليبوفيز كيخلي ليبوفيز يسكريتي لنا واحد جوج ديال الهرمونات اللي هما الاف اس اش والال اش. الوغ شنو كيدير الال اش؟ قلناها قبيله ستيميل ال اش ستيميل لا سيكريسيون
دي زاندروجين. شكون هما لي زاندروجين؟ هو لا تيستوستيرون. شكون اللي كيسكريتي هاد لي تيستوستيرون؟ هو لي سيلين دو ليديك. لي سيلين دو ليديك او بيان كما سمينا قبيله لي سيلين انترستيسيال. وشنو كيدير الاف اس اش؟ انتراجيت افيك لي سيلين دو سيرتولي، يعني كيتفاعل مع سيلين دو سيرتولي اللي كاينين في لو تيب سيمينيفير، دون لو تيب سيمينيفير، بوغ ستيميلي لا برودكسيون دي سبيرماتوزويد. يعني هاد الاف اس اش كيحفز لينا انتاج الامشاج الذكريه من طرف من؟ من طرف لي تيب سيمينيفير والخلايا ديال سيرتولي. الاش اش قلنا، ال اش قلنا كيفرز لينا التستوستيرون. الوغ هنا هاد ال اش اللي تنتج في الدماغ ولا اللي كيسكريتيه الهيبوفيز، وكذلك الاف اس اش اللي كيسكريتيه في الهيبوفيز كي اجيو على التستيكول. دونك رد الفعل، رد الفعل شنو غيكون؟ او رد الفعل ديال الخصيه لا تستوستيرون فاش كيتنتج لا تستوستيرون باغ، يعني من باغ لي سيلول ليديش ابري ان ستيميلاسيون باغ لو ال اش. شنو كيوقع؟ هاد لو تيستوستيرون انيب لا سيكريسيون دو اف اس اش دو ال اش. يعني هاد لو تيستوستيرون كيكبح اولا كيقول الدماغ بركه من الهرمونات ديال ال اش والاف اس اش لوغسكيل اتان ان تو سيفيزون، يعني باش كيوصل التيستوستيرون بواحد الكميه كافيه. دونك هاد لو تيستوستيرون كيعاود يرجع للدماغ باش يقول له بركه من لا سيكريسيون ديال ال ال اش اي ال اف اس اش. كذلك كاين واحد الهرمون اخر سميتو لينيبين برودوي باغ لي سيلول دو سيرتولي، كينتجو خلايا سيرتولي ريغول لا ال اش. دونك وقتاش؟ لوغسكو لو طو نيسيسير، يعني الكميه نيسيسير ديال ال اش كافيه او الكميه ديال اف اس اش عفوا كافيه، فلينيبين كيتسكريتا وكي ادي التوقف ديال لا سيكريسيون ديال الاف اس اش، اولا كيقول الدماغ بصيغه اخرى كيقول الدماغ بركه من لا سيكريسيون ديال الاف اس اش. دونك هنا كيف ما تشوفوا عندنا لي تيستيكيل وعندنا دونك لي تيستيكيل اي لي غلاند سيرينال برودويز دو لا تيستوستيرون نيسيسير ا لا ماتيغاسيون دي سبيرماتوزويد. يعني حتى لي غلاند سيرينال اولا واحد، يعني عندنا لي غان غينال، عندنا لي غان لي غان يعني الكليتين فوقهم كاينين واحد الغدد، هاد الغدد حتى هما ولي تيستيكيل كينتجوا لنا الهرمون ديال لي تيستيكيل اولا ديال التستوستيرون. دونك في الفيديو المقبل ان شاء الله غادي نشوفوا الجزء الثاني لاباغاي جينيتال مال. دونك كانت هذه نهايه الفيديو، نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.